في هذا الفيديو سوف أتحدث حول تحويل عدد عشري دوري إلى كسر. إذا لنضع أي عدد عشري دوري، لنقول أن لدينا العدد العشري الدوري 0.7، وبعض المرات يكتب هكذا، وهذا يعني أن 7 تتكرر باستمرار، وهذا نفس الشيء مثل 0.7777، ويمكنني أن أستمر إلى ما لا نهاية بوضع 7. بالتالي الخدعة في تحويل هذا إلى كسر تكمن أساسا بأن نجعل هذا يساوي متغير ما. سوف نقوم بعمل ذلك خطوة بخطوة. إذا لنجعل هذا مساوي لمتغير ما لنسميه x، بالتالي x تساوي 0.7، والسبعة تتكرر للأبد. الآن ماذا تساوي 10x؟ حسنا، نفكر بهذه العشرة x، فعشرة x سوف تكون 10 ضرب هذا، وبالتالي ستكون، ويمكننا حتى التفكير فيها هنا، ستكون إذا ضربنا هذا ضرب 10، فسوف نحرك الفاصلة العشرية خطوة لليمين، وستكون إذا 7.777، وهكذا نستمر للأبد، ويمكن أن نقول 7.7 مكررة. الآن هذه هي الخدعة هنا، دعوني أجعل هذان مساويان لبعضهما البعض. إذا نحن نعرف ما هي x، إنها هذه 0.777، والسبعة متكررة للأبد، وعشرة x هي هذه، وهذه عبارة عن شيء آخر متكرر. الآن الطريقة التي يمكن من خلالها التخلص من التكرار العشري هي إذا طرحنا x من 10x صحيح، لأن x لها كل هذه 0.7777، وإذا طرحت ذلك من 7.7777 فسوف يتبقى لديك 7 لنعمل ذلك. دعوني أكتبها هنا بشكل أفضل. 10 x تساوي 7.7 دوري، وهي تساوي 7.7777، وهكذا للأبد. وقد حددنا سابقا أن x تساوي 0.7 دوري، وهذا يساوي 0.777، وهكذا للأبد. الآن ماذا يحدث إذا طرحت x من 10x؟ بالتالي سوف نطرح الأصفر من الأخضر. حسنا، 10 من شيء ما ناقص 1 من شيء ما يساوي 9 من هذا الشيء، بالتالي هذا سوف يساوي ماذا يساوي 7.7777 مكررة ناقص 0.777 مكررة للأبد. حسنا، هذا سوف يساوي 7. هذان الجزئان سوف يلغيان بعضهما البعض ويتبقى لدينا 7، أو يمكن القول أن هذان الجزئان سوف يلغيان بعضهما البعض ويتبقى لدينا 7، بالتالي نحصل على 9x تساوي 7. وحتى نجد x فقط نقسم الطرفين على 9، لنقسم الطرفين على 9، يمكنني عملها للأطراف الثلاثة رغم أنها كلها تعني نفس الشيء. بالتالي x تساوي 7 على 9. دعونا نحل مسألة أخرى، سوف أترك هذه هنا حتى يمكنك الرجوع إليها. لنقل أن لدي الرقم 1.2 و2 دورية أو مكررة، وهذا نفس الشيء كما 1.2222 و2 مكررة إلى ما لا نهاية، والجزء الذي يوضع أعلاه الخط هو الذي يتكرر إلى ما لا نهاية. إذا مثل ما عملنا هنا، لنقل أن هذا يساوي x، ولنقل أن 10x، دعونا نضرب هذا بعشرة، بالتالي 10x سوف تساوي 12.2 متكررة أو دورية، وهو نفس 12.2222 مكررة. ثم يمكننا طرح x من 10x،
ويمكنك ألا تعيد كتابتها، ولكني سوف أكتبها حتى لا يحصل الارتباك. إذن لدينا x تساوي 1.2 و2 دورية أو مكررة، وإذا طرحنا x من 10x على ماذا سنحصل؟ على الطرف الأيسر نحصل على 10x ناقص 10x ناقص x يساوي 9x، وهذا سوف يساوي حسنا الجزءان المتكرران يلغيان بعضهما، هذا الجزء يلغي ذلك، أي أن 2 مكررة ناقص 2 مكررة عبارة عن حزمة من الأصفار، و12 ناقص 1 يساوي 11. إذا لديك 9x تساوي 11، نقسم الطرفين على 9 فتحصل على x تساوي 11 على 9.